السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا من متابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال. هنعمل النهاردة وجبة صحية، وجبة غذائية متكاملة بيحبوها الكبار والصغيرين، بيتزا البتنجان. طعمها زي البيتزا بالظبط، وكمان من غير أي نوع من الدقيق، صحية جدا. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تتابعوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة. المقادير معانا، هنجيب بتنجان رومي واحدة او اتنين على حسب عدد افراد الاسرة، هنقطعهم دوائر سميكة شوية، وبعدين نرشهم بالملح، رشة ملح كده من كل ناحية، نقلبهم على الناحية التانية ونديهم رشة ملح كمان، ونسيبهم لمدة نص ساعة. بعد كده عشان ما يشربوش الزيت نبدأ ننشفهم بمنديل كده، ونجيب معانا صينية مدهونة دهن الزيت خفيفة، ونبدأ نرص فيها شرايح البتنجان. وهنجيب معانا نص معلقة زيت زيتون، ونبدأ ندهن بالفرشة كده وش البتنجان. نص معلقة دي هتبقى كفاية حلوة قوي، مش هنحتاج اي زيت تاني. هنجيب معانا دلوقتي رشة زعتر، هنجيب زعتر جاف هنفركه كده بايدينا عشان يبقى ناعم شوية، وبعدين نبدأ نرش منه رشة على وش البتنجان كده. هنسيبها دلوقتي على جنب، ونبدأ نحضر الصوص بتاع البيتزا. لو عندنا صوص البيتزا جاهز هنستعمله على طول، لو مش عندنا هنجيب اي طماطم متسبكة من غير زيت، ونحط عليها نص معلقة صغيرة زعتر، ونحط نص معلقة توم باودر، ونص معلقة بابريكا، ونص معلقة فلفل اسود، وكمان هنظبط الملح بتاعها. هنقلب كل ده مع بعض، يبقى كده صوص البيتزا جاهز معانا. ونبدأ ناخده ونوزعه على البتنجان. اللي حابب برضو يضيف عليه بصل بودر يضيف، انا حطيت توم بودر بس. وهنفرد كده بالشكل ده على وش البتنجان، وبعدين هنجيب معانا اي حاجة بقى بنحب نحطها على وش البيتزا، فلفل رومي، فلفل الوان، زيتون، كل واحد وحسب الرغبة وحسب الحاجة اللي بيحبها، ونوزعها كده على الوش. هنجيب معانا دلوقتي اي جبن لايت عندنا موجودة في التلاجة. انا هنا جبت جبنة شيدر لايت، وجبنة فيتا لايت، اللي عنده جبنة موتزاريلا لايت بتبقى حلوة جدا. ونرش رشة كده على الوش، وبعدين هندخلها على الفرن على درجة حرارة 190، نسيبها تستوي كويس قوي من تحت. هنختبرها من نرفعها كده من تحت بالشيالة، نشوف اللون احمر نعرف ان هو كده استوى، ونضغط عليه بالشوكة نلاقيه بيتقطع معانا، يبقى هو كده مستوي حلو جدا. وده شكله كده بعد ما خرج من الفرن. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمني جدا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تتابعوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم.